هلو اند ويلكم تو ماي شانل. مرحبا فيكم صبايا. اليوم شويه الموضوع مختلف. بدايه خلوني اقول لكم ان انا كتير 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 مبسوطه. فاينلي اشتريت كانون كاميرتي الجديده، واكيد هلا عم بتعلم عليها. كنت بتمنى ان انا اصور هيدا الفيديو فيها، بس لازم اعلم حالي كيف اقدر استخدمها. فعم شوف توتوريالز كتير على اليوتيوب وشوي شوي، وان شاء الله يا رب الفيديو الجاي اقدر اصوره فيها. So, اليوم رح احكي معكم عن موضوع شوي مختلف، تشات. سو حكي نسوان، فينا نحكي، لانه لفت انتباهي بالفترة الاخيرة كتير كتير عم تحكوا ان انا بشبه فلانة، او بشبه ممثلة معينة، او مغنية معينة. لهيك حبيت احكي معكم اليوم هلا عن جد في تشابه بيني وبينهم او لا. خلينا نبلش الفيديو اليوم. طول هيدا الفيديو رح تلاحظوا انا عم بضحك، لان عن جد كتير مبسوطة، وكنت سوبر اكسايتد لما اجاني اتصال من سوق دوت كوم قالوا لي الشيبمنت وصلت. ويعني عن جد كنت بالتصوير، بس كنت طايرة 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 من الفرح. سو كتير كتير مبسوطة، وعن جد الموضوع اليوم كمان كتير حلو، مختلف عن كل المواضيع التانية انا نزلتها بقناتي. سو انا محضرة ليست هون، ورح تلاحظوا ان انا رح نزل لكم صور تعليقاتكم. طبعا انا بتمنى ان انا انزل كل التعليقات، بس مش كل التعليقات طبعا بقدر انزلها. حاولت على قد ما اقدر ان اختصر عشان ما اطول كمان وقت الفيديو. سو من اكتر طبعا انا عملتهم بالتدريج، اوكي، حطيتهم عندي فولدر بالتدريج. هلا اكتر تعليق بيجيني هو اني انا اشبه الفنانة هيفا وهبي، وانا معكم بهيدا الشيء. ايه في شبه بس ما في شبه. انا بعتبر حالي انه تقاسيم وجهنا متشابهه، شيب الوجه شايفين الشيب هيدا متشابه، بس ما اعتقد العين نفسها، ما اعتقد الحجم نفسه، ولا الانف نفسه، ولا التم نفسه. اعتقد الشيب، ودائما لما اعمل ميك اب حسب الميك اب بيبين انه انا بشبه حد معين او لا. سو اكثر تعليق اجاني هو الفنانه هيفا وهبي. تاني حدا شبهتوني فيه هو الفنانة أمل العوضي. هلا أنا ما بعرف كيف بأمانة عم تشبهوني بأمل العوضي، أنا كتير بحبها أكيد، وما شاء الله جمالها بيجنن، بس أنا بحس إنه ما في أي شبه، فما بعرف. هلا يمكن كمان الشيب هيدا اللي هو قصة الوجه أو قصة الحنك عطيكم هيك الإحساس إنه في شبه بيناتنا، بس أنا بحس إنه ما في شبه. تالت شخص بتشبهوني فيه وانا كتير مبسوطة لانه جمالها طبيعي لو بتشبهوني فيها هي الفنانة توبة. وطبعا كل التعليقات لما بتجيني عن الفنانة توبة بيكون دايما تعليق على فيديو انا ماني حاطة فيه ميك اب، يعني انا من دون ميك اب بتشبهوني كتير فيها، وهذا الشيء انا كتير بيساعدني لانه هي ما شاء الله عليها عن جد كتير كتير حلوة. ولو تلاحظوا توبة وهيفا لهم نفس شيب الوجه ونفس شيب وجه، يمكن لهيك بنقول انه في تشابه بيناتنا. اما لرابع شخص رح اقول لكم هلا انتم ليش بتشبهوني فيها، الفنانه ليلى علوي. الفنانه ليلى علوي على فكره شيء كتير كتير فاني، بس عن جد انه بتشبهوني فيها لانه وجهي مدور وعنده خدود. نفسي انا وجهي مدور وبتحسوا وجهي كله خدود. ودايما على فكره بتشبهوني فيها بالفيديوهات اللي بيكون وزني زايد فيها، لهيك بس انا بس بتخن شو بيصير وجهي شويه بيعبي بيدور وبتطلع لي خدود، فبس يزيد وزني على طول بلاقي تعليقات منكم من انا بشبه ليلى علوي. وطبعا برجع بقول ليلى فنانه بتاخذ العقل، اموره كثير ما شاء الله عليها بتجنن، وانا من الاشخاص اللي كثير كثير بيحبوا الفن اللي بتقدمه لانه عن جد كثير حلو. والاحلى ان هي مش لعبه بوجهها. كمان من اكثر الفنانات اللي شبهتوني فيها الفنانه السوريه جيني اسبر. هلا مع كل احترامي لكل الفنانات اللي بياخذوا هيك لاين التجميل، يعني اكسكيوز مي، في احيانا بتطلعي لوحده ما بتعودي تطلعي في ملامح، بتقولي هاي كم عمليه تجميل عامله، انه هيدا الانف كيف معمول، انه تطلعي هيك يا ترى اي دكتور عامله عمليه
عرفتي انه كتير كتير اوفر يعني اوفر اوفر منو جمال هيدا صار قص ولزق. فانا برايي مع احترامي انه في بعض الناس بياخذوا التجميل للاكستريم. التجميل يا جماعه وانا مع هيدا الشيء, انا مع التجميل, انا بروح اعمل بوتوكس يعني لما بتطلع لي خطوط هون بعمل بوتوكس, بس التجميل انعمل عشان نحافظ على شكلنا ونحافظ على قد ما نقدر انه ما تبين علينا علامات التقدم في السن, بس مش نروح نغير خلقه رب العالمين. يعني ما اروح غير شيء بانفي, انا انفي مش عامله اوكي, خدي هيدي هيدا عظم عرفته. ف انا ضد حدا اللي يغير من وجهه. هلا كمان من الشخصيات كمان السوشيال ميديا اللي شبهتوني فيها واللي انا عن جد كتير كتير بحبها لعفويتها ولهضامتها هي الدكتوره خلود. اونستلي ما بشوف اي شبه بيني وبينها, لا لون الشعر لا لون العين, بسم الله ما شاء الله عليها بتاخذ العقل, لا شيب الوجه. ما بعرف انتو كمان كيف شبهتوني فيها, بس كمان في بعض اللوكات شبهتوني في الدكتور. اخر حدا شبهتوني فيه كمان الفنانه السوريه ديما بياعة. اجين لو تلاحظوا وجه دائري, يمكن لهيدا الشيء بتحسوا ان انا شويه قريبه منها, لكن اجين انه عيون مختلفه, كم مختلف, انف مختلف, شفايف مختلفه, كل شيء مختلف, بس يمكن تدوير الوجه هو الشيء الوحيد اللي بيجمعني وبيجمع بين الفنانه ديما. هلا اخر شخصيه بليف ات اور نوت شبهتوني فيها هو نفسي. عن جد عن جد بستغرب كثير من الصبايا اللي بيكتبوا تعليقات. رح افتح التعليقات بليز عشان لكم. طبعا هون عنا تعليق, هاي تشبه واحدة بتشتغل بسيترس تي في. اتس مي اتس مي اتس مي, بعمل مثل بنتي. اتس مي اتس مي, هاي انا. تشبه لميثاء عبد الجليل, يعني ما بعرف. اتس مي, انا ميثاء. هو شوفوا شغلي بالتلفزيون هو شغلي, هو الشغل اللي انا بترزق منه بصرف فيه على اولادي, هو شغلي وظيفتي اللي انا بحبها صار لي فيها 11 سنه. انا صار لي بشتغل بسيترس تي في مذيعه ومعدد برامج 11 سنه. كمان رح تلاحظوا ان انا بنزلكم صور بعض الحلقات اللي قدمتها بسيترس تي في. انا من الاشخاص اللي دائما بحاول اجدد من اطلالتي, فرح تلاقوا كل إطلالة يمكن كل صورة من هالصور تفكروا إن هيدي واحدة تانية, يعني مش نفس الشخص, بس هو أنا. الميك اب كتير بيغير شكلي, كتير بيغير شكلي, يعني ممكن يقلب وجهي مثلا من لوك معين للوك معين, مثل ما شفتوا قديش شبهتوني بناس. كمان الصور اللي هتشوفوها لأنا مثلا أثناء التصوير لون شعري مختلف, مكياجي مختلف, طريقة لبسي مختلفة, وزني مختلف. أنا من الأشخاص أخ يا صبايا يا صبايا عندي مشكلة, عندي مشكلة يا ريت مع الأكل, عندي مشكلة بالمكسرات. عندي استعداد ما أكل أي شيء أوكي, وطول اليوم أكل مكسرات, بعشق المكسرات. سو عندي مشكلة في وزني, مرة أصير بالونة, مرة أصير بالونة متوسطة, ومرة أصير نحيفة, ومرة أنفجر. فيعني حسب المرحلة فما بعرف. So anyway هذا هو كان موضوعنا لليوم, تشات بسيط بيني وبينكم. حبيت دايما انا انوع بالفيديوهات تبعي, ما تكون بس هيك مواضيع لحتى كمان تتعرفوا علي انا شخصيا اكتر. على فكرة البرنامج اللي انا بقدمه بيطلع بسيترس تي في, بيطلع بالان بي سي 4. So ممكن تكونوا كمان عم تشوفوني على الان بي سي 4, برنامج اسمه عالم التسوق, بيطلع على زي افلام. So كمان ممكن تشوفوني على قناة زي افلام. مين اللي أنا ماسكة قسم التجميل عنا بالقناة, أي من المنتجات اللي بتيجي تخص التجميل أنا بعد الفقرات تبعها وبعد البرنامج تبعها أوكي. وإذا بتابعوني على السناب شات بتعرفوا أكتر على يومياتي. سو بليز ميك شور أنتوا بتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي, كمان على الإنستغرام بنزل موضوعين أسبوعيا مختلفين عن المواضيع اللي أنا بنزلها باليوتيوب لحتى أنوع لكم من الأفكار والخلطات والوصفات والأشياء اللذيذة اللي أنتوا بتحبوها. وإذا بتحبوا الطبخات اللذيذة المهضومة الأمورة, أكيد الطبخات مش أمورة اللذيذة أوكي, اللي طعمها كتير حلو, لست البيت اللي بتشتغل فيها تعملها بسهولة, تابعوني كمان على السناب شات لأنه بشارككم طبخاتي. لهون بكون وصلت معكم لنهاية هيدا الفيديو, إن شاء الله ما أكون طولت عليكم فيه, وإن شاء الله الموضوع كان
حلو بالنسبة لكم وعجبكم هذا الفيديو، ما تنسوا حبيباتي ما تحرموني من الاشتراك بقناتي، لأنه كل ما اشتركتوا وكل ما شجعتوني بالكومنتات الحلوة تبعكم وباللايكات الحلوة تبعكم، أنا بتشجع إن أنا أعمل أشياء أكتر وأكتر، وإني أنا أطور من حالي وأطور من محتوى القناة. ومثل ما شفتوا اشتريت كاميرا جديدة، طلبت كمان خلفية جديدة للتصوير، فعم حاول إن أنا أكون متجددة معكم. ولو عندكم أي أفكار اطرحوها لإلي تحت في الكومنتس. ما بدي أطول أكتر من هيك لأنه شكلي اليوم قد ما أنا مبسوطة ما بدي أوقف حكي. So صبايا it's bedtime. Yes، كان اليوم كثير طويل وصورت اليوم في الاستوديو، خلصت الساعة 8 بالليل ومع ذلك رجعت قد ما أنا مبسوطة مش قادرة أترك الكاميرا وأنام، وكمان قلت خليني أصور فيديو وإن شاء الله هيدا الفيديو رح يكون آخر فيديو بهيدي الكاميرا، مع أنا كثير بحبها وأكيد كانت معي بعام 2017 وجه خير علي لأني وصلت لل 500,000 وشايفين كيف لسه عم بحكي. صباح على خير حبيباتي، انا كتير بحبكم، الكم مني هيدي البوسه.